السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال يا شيخ معلش. اتفضل. يا شيخ، لو في يوم رأس السنة الميلادية حد قال لي كل سنة وأنت طيب، وأنا قلت له وأنت طيب بس يعني عن غير اقتناع، يعني هل ده يبقى كفر؟ لا لا لا، مش كفر. لا لا لا، لا ليس بكفر. المسألة فيها خلاف ولا ما؟ لا، هو الاحتفالات هذه كلها لم ترد على عهد الرسول عليه السلام، لكن كما قال عادي، بس كما هل فيها يبقى كفر أو لأ؟ يعني هل فيها خلاف؟ لا مش كفر ولا لا، ما فيش كفر فيها خلاف، هذه ما فيش فيها خلاف في الكفر. اتكلم على الاحتفالات نفسها. الإمام أحمد مثلا في مثلا تحية بالعيد، التهنئة بالعيد، يقول أنا لا أبتدي أحد، إذا هنأني أحد رددت عليه، حتى العيد الذي هو العيد الشرعي يعني. السلام عليكم.